خلونا نشوف كده السوشيال ميديا بتقول ايه وبتتكلم ازاي عن المهرجان، ونبتدي بالنجم طبعا كاظم الساهر القيصر، واللي نشر على كل صفحاته على السوشيال ميديا الاعلان الرسمي عن حفلته في مهرجان العالمين، والمقرر ليها ان هي ان شاء الله تكون يعني يوم الجمعه اللي جاي. كاظم نشر البوست على موسيقى اغنيه تاريخ ميلادي، وقدر البوست في ساعات قليله جدا انه يحقق الاف المشاهدات، وخلق حاله كبيره من التفاعل بين الجمهور للقيصر اللي بيحبوا طبعا ان هم يحضروا له حفلاته. وتاني بنقول انه القيصر ليه يعني فانز كده او محبي من جميع انحاء الوطن العربي مش بس في مصر، فاكيد هيكون في اقبال كبير قوي من السياحه العربيه على حفل القيصر. كمان يعني لو هنتكلم على حضور قوي في المهرجان، هنقدر نقول انه الفنان رامي جمال ليه كده لون مختلف وليه ذوق مختلف، او محبي رامي جمال الرومانسيين اللي بيحبوا الاغاني الرومانسيه بيحبوا ان هم يسمعوا رامي جمال، فهو كمان نشر على صفحاته الرسميه على السوشيال ميديا واعلن فيها عن حفلته اللي جايه في مهرجان العالمين، والمقرر ليها يوم 2 اغسطس اللي جاي. وفي الحقيقه في تفاعل كبير جدا من جمهور رامي، خصوصا طبعا انه رامي نشر البوستر الخاص بالحفله على كلمات اغنيه جوايا كلام. كمان تامر حسني نشر البوستر الرسمي لحفلته في مهرجان العالمين الجديده، بمجرد ما نزل على صفحته الرسميه على السوشيال ميديا او على انستغرام كان في تفاعل كبير جدا، الجمهور اللي يعني كومنتس كانت كتيرة جدا جدا أكدوا إنه حضورهم للحفلة واللي يعني مقرر ليها إن هي تقام في يوم 26 يوليو الجاري. بالمناسبة يعني تامر حسني أحيا طبعا الدورة اللي فاتت حفل افتتاح المهرجان وحقق نجاح كبير جدا جدا، وإحنا متعودين على تامر إن هو دايما يعمل حاجة مختلفة وليه دايما إطلالة مختلفة في حفلاته، فزي ما إحنا متابعين معاكم دلوقتي شايفين الجمهور كان عامل إزاي والإقبال على الحفلة كان عامل إزاي. ويمكن السوشيال ميديا السنة اللي فاتت اتقلبت بمعنى الكلمة لما تامر يمكن طار في الجو، فكانت حاجة مختلفة جدا، وكان يعني حاجة كده عوامل جذب كده دايما تامر بيعملها لجمهوره مختلفة، وده اللي احنا تعودنا عليه. ويمكن كان معانا مداخلة لأحمد عصام من كام يوم، وكان بيتكلم طبعا أحمد عصام فاير ووركس كان بيتكلم عن انه تامر دايما ليه استعدادات خاصة لحفلته، يعني بيحب دايما حاجة مختلفة. هو مرضاش قوي يحرق لنا يعني ايه اللي هيحصل، لكن أكد ان تامر دايما بيحب الاختلاف وبيحب دايما انه يفاجئ جمهوره. الحقيقة انا بشوف ده نوع من انواع احترام الجمهور، ان انا كل مرة اقدم لهم حاجة جديدة، فعشان كده تامر جمهوره كبير. وبنشوف كمان دلوقتي تامر بقى ليه ميزه حلوه قوي قوي ان جمهوره بقى اعمارهم مختلفه، يعني مش بس الشباب لا كمان ابتدى يعني ناس كده من سن الكبار شويه يحبوا تامر، لانه صوت في الحقيقه مميز جدا جدا، وزي ما احنا شايفين مختلف جدا في كل الحفلات اللي هو بيعملها.